السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو يخليكم في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله حالتكم النفسيه والروحيه في تحسن. كون ديما الامل في القلوب ديالكم وابتسامه اكيد على المحيط ديالكم وتكونوا ان شاء الله متفتين من العلاج ومتاكدين ان الفرج قريب والفرج على الابد باذن الله. الوغ تحتكم بزاف بزاف وسمحوا لي الا كنغبر عليكم في يوتيوب والله الا جو في دو مون ميو. دي فوا الكونيكسيون كتغدرني, دي فوا الوقت ما تيكفينيش, مي كنحاول وكنوي. الحمد لله النيه ديالي بعدا ديال هاد لا فيديو انني نويتها صدقه فيكو هاد الايام ديال الحجة. الله سبحانه وتعالى كيجازي بزاف على الصدقه, صدقه بالمال, صدقه بشخص الناس اللي عندهم اموال وتقدر تفرح واحد الانسان واحد اخر, راه عندكم واحد الاجر كبير في الصدقه. الصدقه في الابتسامه في وجه اخيك, صدقه في انك تمشي لورفيلينات, تمشي لدار العجازه, لا ميزون دي روتريتي, تصدق عليهم وخاص تدوش ليهم, تضحك معاهم, تفوج معاهم, حتى هي بحد ذاتها صدقه. المهم كل واحد كيصدق تو ديبو على سيتواسيون ديالو. انا هاد الفيديو هذا اليوم نويتو صدقه ان شاء الله ندخلها على كل مكتئب, كل انسان حزين, كل انسان مسكين كيعاني. ان شاء الله ربي غادي يشافيكم, وهذه غتبقى جوست اون سيتواسيون اللي دتمنا في حياتكم وقواتكم وعطاتكم بوكو ديكسبيريونس, بوكو دو ماتوريتي, بزاف ديال الوعي, بزاف ديال النضج, بزاف ديال القوه الشخصيه. باسكو فاش كندخلوا في لا ديبريسيون تيكون كيسحب لينا بان باش كندخلوا بيان سور فلا ديبرسيون كيكون كيسحب لينا بان كان عندنا واحد لو كاركتير اللي مشى, ساشون كو لو كاركتير اللي انت تو اونطران دو فورجي فلا بيريود ديال لا ديبرسيون سي ان كاركتير بلو فور, واحد لو كاركتير اللي زوين بزاف بزاف, بلوز امبورطون كو لو كاركتير اللي كان عندك اوباغافون. دونك بيان سور ما تقولوش بان صافي مشى لينا ليستيم دو سوا, مشات لنا ثقتنا في راسنا, ضعنا, ما بقى عندنا والو, بالعكس الحياه ان شاء الله عاد غادي تبدا وغتبدا بواحد القوه وواحد لا ماتوريتي وواحد الخير كبير. انا كنشوف بان الله سبحانه وتعالى كيعطيكم واحد النعمه ربانيه, باسكو جينيرالمون حنا كلشي عارف بان لا بيرسوناليتي ديال الانسان اي سو كاركتيريز على لاج دو 7 ans. شخصيه الانسان كتكون على 7 سنين, يعني كتعرفوا واش انسان صالح واش انسان طالح, واش طريف, واش عنده كاركتير ولا ما عندوش على لاج دو 7 ans. ونورمالمون ني لي سيكولوج ني لي كوتش ني لي ميديكامون ما كيقدروش يبدلوا ديك الشخصيه ديال الانسان, باسكو سي دور دو شانجي واحد الكاركتير, واحد الحويجات اللي كاينين في الكيان ديالك نتايا. ف جينيرالمون لي زوندورونس اللي كيدوز من الانسان او المراحل الصعبه اللي كيدوز منها, الابتلاءات, الحويجات الصعبه اللي كيدوز منهم, هما اللي كيبداو شويه كيبدلوا الكاركتير او اللي كومونس هذوك لي بيتي ديتاي افورجي طون كاركتير. مي سبحان الله هذيك هذيك لونجورونس اللي كدوز منها كتفورجي لك لو كاركتير ديالك بشويه بشويه وما تيتبدلش. يعني تقدر تلقى واحد الانسان تبدل غير شي شويه durant 20 ans ديال المشاكل وهذا تبدل غير شي شويه. الله سبحانه وتعالى فاش يعطيك اون ديبرسيون اولا يعطيك واحد الحاله ديال الاكتئاب هي نعمه ربانيه, راه الله يجزيكم الخير. ماشي اي حاجه كندوزو منها خيبه صافي تيغ بان لا فين ديالها خيبه ولا لا فيناليتي ديالها خيبه, كما تيقول لكم كما كيقول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم ولا الاخره خير لك من الاولى. الاخره ماشي صافي تيغ الاخره اللي هي الجنه ان شاء الله اللي غنمشيو ليها ولا الاخره اللي هي لودولا. من معنى ديال الاخره ديما اخر شيء كيكون حسم البدايه ديالو, الخير ديال المرض احسن من البدايه ديالو. سوا حيتي بداك المرض راه كتحيا وانت مشافي, اولا الا انت راه كتمشي للجنان وتيكون داك المرض سبب في دخولك للجنه. انا كنهضر على الامراض العضويه, جو بارل با على لي مالادي هكا ديال دو ديبرسيون ولا دي مالادي بسيك, باسكو لي مالادي بسيك ما تيقتلوش, هاد لي مالادي بسيك كيتي بلوكيو لك حياتك سي تو. الوغ فوالا دونك ديما اخر الامر احسن من البدايه ديالو. فاش كتجينا لا ديبرسيون في الاول شنو هاد الشيء, قلبنا كيضرب, حياتنا سالات, سي لا فان, ساشون كو الاخر ديال ديك المرض فاش كتبرى منه تعرف بان كان كله خير باذن الله سبحانه وتعالى. ربي يجعل لك فيه كله خير ويجعل لك فيه كله بركه وكله حكمه. وانا والله العظيم الا كنقول بيني وبين نفسي لو كان ربي يعني يعطيني الاختيار انني واش نرجع نعيش هذيك لونجورونس نقول اه, باسكو تبدلوا فيا بزاف د الحوايج من الاحسن, كانوا دي كاركتير فيا انا مي سي باغ اكزومبل كانت عندي شخصيه حساسه بزاف, جيتي كان دي بيرسونسيبل دي بيرسونسيبيليتي جو غاليري لا شانجي جو بوفي با, يعني ديك الحساسيه المفرطه اللي كانت عندي كيبقاو فيا الناس. الا قال لي شي واحد شي كلمه خبيثه تتبقى فيا, الا تلاقيت غير شي مع شي انسان سليط وقال لي شي هضره ما زبيناش يقدر يبقى فيا الحال. ساشون كو دابا لا, دابا لا, دابا الحمد لله ما نقولش لكم وليت انسان خيبه, مي الحمد لله وليت كنعرف الحويجات اللي كيستحقوا نتقلقوا عليهم والحويجات اللي ما كيستحقوش نتقلقوا عليهم. باسكو الحياه الا جينا نوقفوا عند كل منعطف ونوقفوا عند كل انعطاف ونوقفوا عند كل واحد قال لنا شي هضره خيبه, كل واحد دار لنا شي رياكسيون خيبه, راه ما غاديش نكملوا حياتنا وما غاديش
نوصلوا داكشي اللي باغيين نوصلوا ليه باسكو غنبقاو نوقفوا عند عند الامور التافهه. وديك الامور التافهه سي دي زوبستاكل في حياتك او ليو دو تو فوكاليزي سور توا ميم سور تا كارير سور قرايتك سور الفلوس سور لي بروجي ديالك كتولي جالس علاش الاخر قال عليا علاش الاخر دار عليا واش انا انسانه خايبه. كتدخل في واحد الدوامه اللي ما كتساليش مالوغوزمون باسكو هي دوامه مغلقه ديال علاش الانسان هذا الانسان دار والانسان دار باسكو حنا ماشي في الجنه. حنا الناس بيان سور غنتلاقاو بناس خايبين غادي يأديونا سون ريزون باسكو خصكم تعرفوا هاد القضيه ان الناس الخايبين راه كتأدي غير هكاك باسكو هي سي سون كاركتر. كيما انت كاين الناس كنعرفوهم في حياتنا دي جون كي سان جانتي كي فون دي 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 دون ولا كيعطيو واحد العطاءات ولا كيديروا واحد لي سيرفيس سان اتوندر اون كونتر بارشي. راه كاينين الناس كيديروا واحد الاداء بدون سبب كتسمى لا ميشانستي غراتويت ما عنده لا اناقه لا جمال ولكن il veut te faire du mal parce que c'est son caractère. هنايا شنو كيوقع الانسان جينيرالمون باش كيدخل في اون ديبرسيون فاش كتلاقى بدي بيرسون توكسيك باغ اكزامبل شي انسان خبيث شي انسان اداك شي واحد دار لك واحد الحاجه خبيثه غدرك دار لك واحد لاكت لي خيب هنا كيبقى لك ان ايموشنيل واحد الصدمه عاطفيه. علاش؟ لان انت ني البيئه فين كبرتي ني لي جون اللي كنتي كتعرف ني لا بيرسيبسيون ديالك ديال الحياه ما دايرهاش بحال هكاك. انت كما كنقولوا كي خلات اون كوزين كتقول لي سنة tu vis dans le monde des bisounours يعني انت كتعيش فواحد لو مونديل الوليدات الصغار في لي جوي لا في اون روز ولكن هذيك التربيه اللي تربيتي هذاك لونطوغاج فين كبرتي داير بحال هكاك. مي فاش كتخرج لا سوسيتي ما تنقصش بها بالضروره المجتمع الخارجي يقدر شي واحد من ما بغدو لا فامي شويه بعيد عليك شي يدير لك شي حاجه خايبه شي يدخلك واحد الصدمه عاطفيه واش الناس دايره هكا. انت دابا وليتي كتشوف الجانب المظلم من الحياه باسكو جينيرالمون الناس اللي كنخدم معاهم كيكونوا دي جون دو 20 طون في لي 20 20 طون 30 طون دونك كيكونوا باقيين صغار يلاه كيشوفوا داك الجانب المظلم اولا لو دولا كيما ميسوسنا بلو دولا باسكو الحياه راه ما فيهاش غير الزوين راه ما فيهاش غير الوالدين كيبغيونا العطاءات شري لي دير لي كيشجعوك لا موتيفاسيون نو راه كنتلاقاو بناس خبيثين راه لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت تقول علاش دير لي بحال هكا ولكن هو انسان خبيث دونك هذيك الانسان الخبيث ماشي مشكل هو علمك ضرك حتى لي بيشي ديالو كيما نقولوا خدا الذنوب ديالو ولكن شنو جاي يدير لك جاي يعطيك مناعه نفسيه باسكو لي بيرسون توكسيك حتى هما عندهم منفعه علينا لانهم عباره عن ميكروبات بشريه اللي كتعطيك واحد القوه ديال الشخصيه باش تقدر تكونفرونتي النوعيه اللي بحالهم وبهذيك الطريقه لو كاركتير ديالك اي سو رانفورس لان عندنا اون مينيتي بيان سور لي عضويه مناعه عضويه عندنا مناعه نفسيه. المناعه العضويه هي كتقوى بالفيروسات والميكروبات والمناعه الجسد النفسيه كتقوى بالفيروسات البشريه بالنسبه توكسيك اللي كنتلاقاو بهم. دونك شنو كيوقع هنايا فاش كداك الانسان كيدير لك واحد الصدمه عاطفيه وكيغدرك هنا لو كور ديالك ما كيتقبلش داكشي اللي دارو لو سيستيم نيرفو سورتو شنو كيبدا يدير كيبدا ديما لو كور ديالك كيفرز لك الخوف هرمون الخوف باش ما تعاودش تطيح في نفس لا سيتوياسيون باش ما تعاودش تغدر باش ما تعاودش تطيح في واحد الموقف اللي بحالو. دونك هنا كيبدا كدير رحله لي كريز دونغواس هنا كدير رحله ديال الوسواس القهري ديال الاكتئاب. علاش؟ لان انت ربما راه كتشقصي وبكيتي وحسيتي بان هذا ابخي 3 جوغ ولا 4 جوغ دوزتيها ولكن لو سيستيم نيرفو ديالك ما دوزهاش وما تنساش بان في ديك الوقيته طاحت لك المناعه بزاف ويقدر اي ميكروب ياكسيدي واي فيروس ياكسيدي par exemple les virus اللي كيقدروا يدخلوا واش الشيطان لعنه والله لي كوتش ولي ثيرابيست يقولوا لك الوحش اللي هو الشيطان لعنه والله وتدخل الاكتئاب تدخل الاختلال اني تدخل الوسواس القهري. ان فيت الوسواس القهري والاكتئاب واش ماشي كيدخلوا مي سي سون دي واحد الاعراض اللي هي معانا كل انسان فوق هذه الكره الارضيه راه عنده اختلال اني عنده وسواس قهري عنده اكتئاب مي كيتسنى لي ليمون ديكلونشور اولا كيتسنى باردون داك الحاجه اللي غادي تهيج هذيك الاعراض. كاينين ناس بيان سور الله سبحانه وتعالى تيدل لهم انه كتوقع لو شي حادثه يعني باغ اكزومبل شي شوك ايموشنيل كيموت له شي واحد داز عليه شي حاجه كينوضوا ليه هاد الاعراض و تيفيقوا تيستيقظوا وكاين اللي حياته كامله ما كيفيقوش ليه. مي جينيرالمون لي ستاتستيك اون ابروفي بان مينيموم اي انسان فوق هاد الكره الارضيه غيكون عاش دو كريز دونغواس في حياته. ولكن الا كنتي عشتي دو كريز دونغواس في حياتك ما كتسماش حاله مرضيه كتسمى حاله نفسيه وكدوز. مي الناس اللي بيان سور هذيك لا ديبرسيون اولا ديك دوك لي كريز دونغواس كيبقاو يتعاودوا بزاف دونك كتسمى اون ديبرسيون ايغو اولا كتكون عندهم حاله اكتئاب متطوره اللي بيان خصها علاج وكتسمى مرضيه يعني ما كتكونش حاله عاديه فكتسمى مرضيه. دونك مي غير لو في ديال اننا كنسمعوا بان مينيموم الانسان كيعيش دو كريز دونغواس في حياته دونك سا ابيز دونك راه اي انسان كيقدر يعيش داكشي اي انسان كيقدر يجي هاد الوحش اولا هاد الشيطان اللي دابا نتوما فيكم. اي انسان كاين اللي ديفوال كاين اللي ديفوال با كاين اللي كيعبر راه جاني ودار لي وقع لي وكاين اللي لا كاين اللي كيسورمونتي لا سيتوياسيون كيتقاتل هذا ما كيعاودش للناس. انا شخصيه تختلف بيان سور كاين عاوتاني اللي انا كنخدم مع ناس كيتبعوا معايا غير انا كاين ناس كيتبعوا معايا بيان سور اوطون كو كوتش
شنو تيقولوا لي؟ تيقولوا لي سناء اختي راه غير انت اللي عارفه، راه حتى شي واحد ما عارف، راه توي لا سول بيرسون اللي معودين لك هادشي. دونك كي اكسيديو غير لي كوتش ولي تيرابوت. دونك راه الناس تختلف، راه كاين اللي ديفوال، كاين اللي كيعاود، كاين اللي كيشوف ضعف الشخصيه، كاين اللي كيشوف بانه الا ديفوالا داك المشكل ولا ديك الحاجه غادي ينقص منه، غادي 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 يخليه ناقص. ساشون كو لا الانسان بالعكس il doit exporter، احسن حاجه تقدروا ديروا هي اكسبورتي هذيك الانرجي نيجاتيف، وتلقاو اون بيرسون اللي غدير معكم لي كوتاكتيف، سي تادير لي كوتاكتيف الانصات، انها تقدر تصنت لكم بلا ما، ربما بلا ما تعطي دي جوجمون، بلا ما كيفاش دي جوجمون، بلا ما تعطي احكام مسبقه، وتبقى فريمون غير تصنت لكم. علاش؟ باسكو فاش كتاكسبورتي هذيك الانرجي نيجاتيف، كون فو بارطاجي لي سيمبتوم كو فو فيفي، بحال كترتاحوا، بحال كتنفسوا على راسكم. دونك بزاف الناس غالطين، تيقول لك وصافي الا هضرت مع كوتش ولا مع بسيكولوج شنو، لا راه كتنفس. غتقولوا لي سناء واش انت كنتي كديري هادشي؟ بيان سور كنت ندير هادشي، وكنت كندير مع اون سول بيرسون. دونك هي من الافضل تكون اون سول بيرسون اللي غديروا معاه شي، باش الا كانت باش تبعوا لوريونطاسيون ديالها هي، وتبعوا النصائح ديالها هي. باسكو فاش كنتبعوا مع هاد الكوتش وهاد الطبيب وهاد البسيكولوج، وكنتبعوا مع هاد الراقي وهاد المشعويد، فريمون راكم غير فو تروبلي، كترونو فو زيت ديبوسولي، وما كتشدوش طريق وحده. وبيان سور انا جو فوز انكوراج ان الراقي تكون هو انت، اولا انت اللي كتشوف هاد لا فيديو هادي، تكون انت هو الراقي ديال نفسك، تقرا قرانك، تصلي صلاتك، دير اذكارك، دروسك ديال التوحيد، دير لو كوتي سبيريتوال، انت اللي مسؤول عليه. بيان سور الا كنتي عيان وهذا، الوالدين يقدروا يرقيوك، الوالدين يقدروا يعاونوك في الرقيه، مي الله يجازيكم خير، لا داعي انكم تمشيو للرقات. وهذا كوتش ولا بسيكولوج كان عندكم اما بودو لا فامي اللي شويه كيفهم في الطب النفسي، باسكو الطب النفسي راه دي فوا كيكون عندهم، راه اي واحد عنده في عائلته شي انسان كيفهم وتيحس بيه. انا باغ اكزومبل ناس كنخدم معاهم، كاين اللي كيقول لي خالتي تتحس بيه كتفهمني شي شويه، كاين اللي كيقول لي اختي خويا، غير هو تيكون عنده اونكور بلوس دو مويان فتيخلصني انا، كنزيد نعاونو اونكور بلوس. هادشي اللي كاين. الناس عاوتاني اللي ما عندهمش كوتش ولا تيرابوت في عائلتهم، يعني شي وحده كتيفهم ما شاء الله عليه، ان كوتش كيما كنقولو ددان، عطاء من عطايا الرحمن، كيكون هو كي عنده داك لي كوتاكتيف، عنده استماع مزيان، عنده الانصات مزيان، اللي ما عندوش ضروري يتبع مع شي واحد، لان يفو اكسبورتي ديك لينيرجي بوغ كو داك الانسان اولا داك لو كوتش ولا داك لو بسيكولوج يل فوا تو باناليزي لا سيتواسيون اللي كدوز منها، عكس الوسواس اللي كيدخم لك الفكره وتيدخم لك الوهم وتيدخم لك الافكار السلبيه. الوغ فوالا، دونك ما عرفتش درت هاد لا فيديو هادي، غير شعلتها وبديت كنهضر بحال هكا. دونك سي ان بارطاج من القلب والله العظيم، بغيتكم كاملين تبراو، بغيتكم كاملين ان شاء الله تخرجوا من هاد لا سيتواسيون هادي، نتا واللي انت اللي كتشوف هاد لا فيديو، اقسم بجلاله الرحمن تا سيدي ربي مخبي لك واحد الحياة زوينه للقدام، مازال مخبي لكم شي خير كبير. اللي ما مجوجش مازال غادي يتلاقى بالزوج الصالح وغير الوليدات غزالين، اللي باغي عنده حلم يمشي لشي بلاصه راه مازال غادي تمشي ديك البلاصه، وغادير لو فواياج وغادير ان شاء الله الفلوس. اللي باغي يبدا ان بروجي مازال غادير داك لو بروجي، الحياه تبقى قدامكم. نتوما دابا فواحد لا فاز ترانزيتوار، كتنقزوا واحد الانسان اكس لواحد الانسان اكس واحد اخر اللي هو بلو فور، واحد اكس او كاري بلو فور، عنده كاركتير، عنده شخصيه، ماشي اي حاجه كترهبوا، ماشي اي حاجه ما كيقدرش يكونفرونتيها. D'ailleurs, le secret pour réussir à surmonter la situation de laquelle tu es, est de confronter la phobie, de confronter le khouf diyalkoum. Pourquoi je réfléchis à mes loussouès ? Pourquoi je vais تعيشوا معاه، تعاشروا معاه. ما كنقول لكم تعاشروا معاه صافي با دير نتصاحبوا معاه، مي صافي دير انني ما نبقاش نعطيه اون امبورطونس، نتعايش معاه يعني ما نبقاش يخلاني، ما نبقاش نهضر عليه بزاف. بيان سور الا كنت غنهضر عليه غنهضر مع ان كوتش ولا بسيكولوج اللي غادي يعاوني يعطيني دي سوليوشن بوغ ريميدي على ديك لا سيتواسيون، مي باش نبقى اللي تلاقيت ونهضر على المرض، المرض انا كيزيد يكبر عندي في ليطا بسيشيك ديالي وفي لا بسيكولوجي ديالي، كنزيد نضخمو. دونك شنو خاصنا نديرو؟ نتعايشوا معاه ونتقبلوه، سورتو التقبل والتعايش، ونديرو لو بروغرام كي فا نوزيدي à surmonter la situation هادي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي سناء شنو البروغرام راه ديجا مبارطاجيه في القناه، راه خصني الا بغيت ندير بروغرام عاوتاني خصني مينيموم واحد ساعه ديال المكانه. دونك رجعوا للفيديو وكتبوا كتبوا البرنامج العلاجي سناء موند، راه غادي يطلع لكم ان شاء الله البرنامج العلاجي اللي كاين، اللي عنده فيه شويه الماكله، فيه شويه ديال السلوكي، غيطلع لكم عاوتاني البرنامج العلاجي الديني. دونك تبعوا والله العظيم الا داكشي كيشافي باذن الله سبحانه وتعالى. بيان سور كاين شي حاجه بلا اذن الله سبحانه وتعالى. دونك الله يشافيكم والله يشافي جميع امه محمد. حاجه واحده اخرى، الناس اللي انتريسي بيان سور بلا فورماسيون نيزيتي با انو كونتاكتي، لو نيميرو تيليفون غادي يكون بيان سور افيشي لكم هنايا، ويكون اوسي في لا ديسكريبسيون بوكس. دونك كاينين خمسه ديال الحصص، كل حصه 1h30 دو تيرابي، تيكون ان ابيل فيديو في واتساب ولا في زوم ولا في تو ديبون على لا بلاتفورم اللي كتخدموا بها لو بلوس. كنتو داخل
داخل أو خارج المغرب راح كنخدم معكم. المهم تكون بيناتنا واحد اللغة ديال التواصل، إما اللغة العربية أو الفرنسية، دونك جي با دو سوسي فرونسي أو العرب أو حتى اللغة العربية، يعني الدارجة لاغكو ديالنا الدارجة اللي كنربو حنا لي مغربة أو اللغة العربية أو الفرنسية. دونك هادو هما اللغات. إن شاء الله فاش نأميلوغي لا لونغ أونجليز ديالي ديك الساعة إن شاء الله نبدا ندير دي سيونس حتى أون أونجلي بوكوا با بإذن الله. ألوغ فوالا، دونك إلا كنتو انتيغيسي بيان سور لو بايمون أفون الخدمة، يعني ضروري خاص أن بايمون بريالابل كتخلصو كنبدا معاكم إن شاء الله ديريكتومون وتنعطيكم دي فوا العظيم. إلا كانت الحالة مزيرة إلا كنبدا معاكم في لو جوغ ميم، قسما بالله ساشون كو بخي كيكون عندي بروغرام شارجي كنحاول نبدا معاكم في لو جوغ ميم. عافاكم واحد القضية، بعدا واحد الأخت عافاك الاسم ديالها سارة، سارة حبيبة سي تو باس باغ لا، هاد ساري تاجي راه يلاه كونتاكتاتني عندي واحد 3 سيمين وكان كنوقع لي واحد لو بروبليم مشاو لي لي نيميرو كاملين. وسارة حبيبة راه بيان سور راكي راه عندك بزاف ديال لي سيونس باقي لك معايا، سيل تو بلي جي بيرجو طون كونتاكت، عافاك كونتاكتيني سيل تو بلي حبيبة ديالي. فمبغيتش نقول لو نون دو فامي ديالك انا باسكو باقي عندي بيان سور في هذا، مي عافاك ساره اختي سي تو باس باغ لا الغزيوله الله يحفظك. سمحي لي راه جي بيردو تو لي كونتاكت، تو مو كونتاكت عافاك فواتساب بوغ ان شاء الله فيغ نوتخ سيونس دو ثيرابي الله يجازيك بالخير. بالنسبه عافاك بغيت نسينيالي واحد القضيه، الناس اللي كتمشي 3 شهور 4 شهور كتخلص لي سيونس ديالها وكنبقى انا تابعها اجي نخدم معاك اجي هذا، حتى كدوز واحد 5 شهور 3 شهور 4 شهور عاد كتجي باغا لي سيونس. انا راه اي انسان غادي يمشي فوق شهر ونص شهرين على حسب لي سيونس ديالو جو في لي زانولي، ما نكذبش عليكم باسكو انا كل شهر كنشد واحد لو نومبر ديال الناس اللي قادره نخدم معاه. دونك انت فاش كتمشي تغبر 3 شهور 4 شهور 5 شهور عاد كترجع على حسب لي سيونس ديالك، ما تيكونش عندي الوقت باسكو كل شهر كنشد واحد لو نومبر دو بيرسون اللي غادي نقدر نخدم معاه. دونك كيوقع لي واحد لو تروبل في الخدمه، واحد لا شارج في الخدمه، وانا هاد لا بريسيون ما تعجبنيش، لان انا اصلا دايره 5 سيونس دو ثيرابي، هاد لي 5 سيونس تقريبا كنساليهم في شهر شهر ونص تقريبا، يعني كتفوت انت شهرين كتمشي فوق شهرين 3 شهور صافي غادي انولي. اي انسان غيفوت شهرين فما بقاش كونتاكت ثاني وما تسوقش لي سيونس ديالو، لي سيونس ديالك صافي ما بقاوش. ما نكذبش عليكم باسكو تيبقاو لي مشاكل، هذيك الانسانه كتخلص لي سيونس ديالها باغ اكزومبل كدير ثلاثه لي سيونس كيبقاو لها دو سيونس، تنبقى انا اشاك فوا اختي عافاك لا سيونس ديالك دي فوا ال كونفيرم معايا اون سيونس، اما كتقولي لا راه ما قديتش نديرها، اما كدير تقولي لا راه جو سوي ديبوسولي، هذا كدوز واحد شهرين 3 شهور انا تيكون عندي الدرك تيكون عندي، تيجيو تيبقاو يغوتو ولا بغينا لي سيونس ديالنا هذا ما كتعطوناش وقت. الله يجازيكم بالخير، انا صافي راه قلتها دابا في يوتيوب اللي كيخلص لي سيونس و تيغبر، يعني لي سيونس نورمالمون كيساليو في ان موا ان موا ودمي دو موا، لي كيغبر فوق دو موا الله يسهل عليك، راه ما يمكنش ليا انا نجيري هاد لو نومبر كامل ديال الناس باسكو انا كنشد لو نومبر اللي غادي نقدر عليه شاك موا ما شاء الله. شاك موا باغ اكزومبل كنشد واحد 14 بيرسون غادي ندير معاه سويفي ولا كومبانيومون، كنساليو هذاك لو سويفي في واحد الشهر شهر ونص كرو ماكسيموم، كنشدو ناس اخرين الا كانوا هما باغ اكزومبل مازال غادي يكملوا معايا كنبقى شاداهم هما، وكنزيد ان بيتي نومبر اللي غادي نقدر عليه لو موا بروشان. دونك الناس اللي كتمشي كتعطل بارابور لي سيونس اللي كتسني ما عندي ما ندير لكم، لان فريمون انا اصلا كنبقى نسعف بزاف، كنبقى باغ اكزومبل الناس كنعطيك رونديفو الاول الثاني، فو بروني لي شوز ا لا ليجير، ماشي بيان سور جو جينيراليز با، ما كاين واحد النوع تياخذ لي شوز ا لا ليجير تيبقى يتفلا وصافي تلمع صافي راه انا خدامه. راه فاش كنعطيك ان رونديفو مثلا مع 9h30 ولا كنعطيك واحد لو رونديفو مع 10h انا راه داك الصباح كله خويتو ليك باغ اكزومبل، يعني هذيك الوقيته انت اللي بالنسبه لك وصافي وقت ما انوليت لا سيونس، لا انا راه ديك الوقيته نقدر نخدم معاها افيك اون اوتر بيرسون. دونك تايم از ماني، راه نعمتان مغبون فيهما كما قال سيدنا رسول الله الصحة والفراغ. دونك هادشي جبولي لو سينالي. وبالنسبة للناس اللي كنخدم معاهم هذا ميرسي بوكو بور فوتر كومبريونسيون، شوفوا انا راه جو كومبخون ان الانسان عنده وليدات، جو كومبخون ان الانسان عنده خدمة عنده دي زونكاجمون، مي ميمكنش ليا عافاك تبقاو تغطيو ليا مثلا دو سيونس هكا متقارب بيان سوكسيسيف، يعني كتغطي لا سيونس الاولى جو كومبرون عارفه ظروف الحياه هذا، ولكن دو سيونس هكا سوكسيسيف شويه قاصحه الانسان عاوتاني خصو يكون شويه بروفيسيونيل باسكو راكم عارفين الانسان راه كيجبد من وقته باش كيخدم على راسو. دونك كازا ديال لا فيديو ديال اليوم الله يشافيكم، غدا ان شاء الله يوم عرفه ان شاء الله باذن الله غدا غادي نصوم وندعي معكم كاملين كاع المتتبعين واللي ما كيتبعونيش الله ينور لكم طريقكم والله يشافيكم والله يشافي باذن الله جميع امه محمد. وما تنساوش تدعيو مع خوتكم المسلمين، لان الدعوه مع اخوك المسلم بيان سور كيكون فيها واحد الامل الكبر ان دعائك تنتجب. اي بي فوالا، دونك كانت ديال لا فيديو ديال اليوم نويتها صدقه والله العظيم الا نويتها صدقه. وفوالا كنبغيكم كاملين الناس اللي خدمت معاهم لا تيرابي جو فوزيم، الناس اللي عاد نخدم معاهم ان شاء الله تاهما مرحبا بهم كاملين و جو فوزيم والله يخليكم ليا. وشوف سبحان الله هاد البشيله هذا
جاني وما كنتش عارفه شنو السبب، ساشون كو كان هذا الابتلاء في الاخر غيكون هو رسالتي في الحياه، وغيكون هو واحد الرزيق، واحد الصدقه جاريه، واحد الخير، واحد الدعوات الزوينين كيوصلوني من عندكم. بارك الله فيكم، وانا جد ممتنه لهذا الابتلاء اللي عطاه لي الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد ولك الشكر، حتى نتوما حمد الله وشكروه، حتى يجيكم اليقين، حتى تعرفوا ان هذا الصبر اللي كتصبروه هذا، امنوا بان من موراه الخير، لان الخير جاي جاي باذن الله. دونك لو كرين ريا، ربي معاكم، ان كان الله معك بيان سور فمن عليك بالله عليكم. دونك ربي معنا بعدنا بيد الله، مناش نخافوا حنا ديال الله، وربي ما عمرو غيخيب شي حاجه ديالو. هادشي اللي كاين. دونك غدا ان شاء الله الناس اللي كتشوف هاد الفيديو هادي، صوموا عرفه، صوموا 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 صوموا، راه الله سبحانه وتعالى يجيب دعوه الصائم والقائم. بالنسبه للناس اللي عليهم الحيض، النساء اللي عليهم الحيض، ما يبقاش فيكم الحال، لان الله سبحانه وتعالى الى رفع عليكم الصيام فهو ادرى بالحاله ديالكم الجسديه والنفسيه. دونك ما عليكم غير تبعوا الذكر ديال سيدنا رسول الله، وديروا الدعاء في ديك الوقيته، وراه الذكر ما شاء الله راه من احسن عباده سوا. دونك غير قلبوا في يوتيوب على الادعيه اللي وصى عليها سيدنا رسول الله في يوم عرفه. واحبكم في الله، ولا كنتو بيان سور انتريسي بلا ثيرابي نيزيتي با تكونتاكتيو البنيتا في ديسكريبشن بوكس، وهذا النيميرو هذا، وجو دون رونديفو ان شاء الله فيديو مقبل. غرو بيزو، مع السلامه.